وسط الكثبان الرملية الساحرة في صحراء أبو ظبي. ستضج الحياة مرة جديدة في أراكس، الكوكب الصحراوي الآسر والغني بالموارد، حيث تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم دون للمخرج دوني فيلنوف. فبعد أن حصل الجزء الأول والذي صورت مشاهد منه في صحراء ليوا على 10 ترشيحات لجائزة الأوسكار وفوزه بـ6 منها، سيعود فريق العمل لتصوير الجزء الثاني المرتقب من الفيلم المأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الأمريكي فرانك هيربرت. تعد أبو ظبي وجهة مفضلة لدى العديد من صانعي الأفلام عالميا ومحليا كما قلنا، لأن التسهيلات المقدمة من أبو ظبي ومن لجنة أبو ظبي الأفلام والدعم دائما يسهل عملية التصوير والإنتاج الفني في أبو ظبي، لذلك تعتبر وجهة مفضلة لدى العديد من صانعي الأفلام. وغير كذي طبعا المواقع الخلابة المتواجدة في أبو ظبي، رحلة دنيس أول ما أجا في أبو ظبي، أول ما شاف صحراء أبو ظبي وصحراء ليوا والكثبان الرملية الخلابة ما احتاج أن يفكر مرتين. فخلال السنوات القليلة الماضية وقع الاختيار على إمارة أبو ظبي لتصوير 130 من أضخم الإنتاجات السينمائية العالمية التي صورت في مواقع عديدة في الإمارة وحظيت بالمساعدة التي تتاح لصناع الأفلام في مختلف مراحل الإنتاج، فضلا عن توافر أحدث الاستوديوهات ومرافق الإنتاج وطواقم العمل المحترفة. بشكل عام الآن أيضا نحن دورنا كلجنة أبو ظبي الأفلام يكمن في مساعدة هذه المشاريع لما يكونون موجودين في أبو ظبي ودعمهم، ولكن أيضا دورنا يكون خارج الدولة، نسافر لجميع الأحداث العالمية اللي تحصل في الخارج، نلتقي مع الكثير من المخرجين والمنتجين للترويج عن أبو ظبي لاستقطاب المزيد من هذه المشاريع، وإن شاء الله في القريب العاجل مشاريع أكثر. وإذا ما نظرنا إلى لائحة الأفلام الهوليوودية الشهيرة التي استفادت من فرادة مواقع التصوير وتنوعها في الإمارة، سنجد سلسلة أفلام حققت أرباحا قياسية في شباك التذاكر عند عرضها، من بينها ميشن امبوسيبل وستار وورز. وكما كان الأقدمون يحركون شخصيات قصصهم ويرسمون معالمها ويروون مغامراتها في الصحراء، يقبل اليوم ألمع صناع الأفلام على إمارة أبو ظبي لتشييد عوالم متخيلة تدغدغ خيالات محبي الفن السابع.